عشان بحثينا جروب ديبريشنز واللي مش اسمه عيوب حقهم ممكن الاول مره واللي في ساكن مختلفه برشا كما قلت بحثينا ست عيوب ونخليكم مع داري تريكي انيس الغربي لطفي سلوك ميرسي. سيان بونتيان كالعادة حضور قوي ومشرف دونك اليوم عند خدمنا في الهابي اور ليديسيون جديدة بتاع 2019 كان احنا اول عرض قدمت فيه الالبوم فايبريشن مع اخويا لطفي سو وانيس الغربي. الالبوم يضمن خمسة أغاني جدد في كومبوزيسيون تاعي وفما معناتها معزوفة عملناها اللي هي أرفيون سيرك اللي هي لي غربيز عودناها ريبريز دونك العرض لقى استحسان كبير برشا من الجمهور نحس بشيخ وعامل جو بون كيف بورتون راهي موزيكا أول مرة يسمعوها حتى ما سمعوهاش قبل حاجة تشرفني برشا حاجة تخليني ديما نخدم وديما نكون موجود. صحفيين اللي يحبوا الموسيقى الكل دونك ما تنساوش موعد عندنا 24 اكتوبر في ماجستيك في بنزرت اللي بنزرت الكل اللي يجيو دونك و27 ان شاء الله في دار سيباستيان باش يكون ان فيستيفال انترناسيونال تاع القانون باش يكون سهريه نتاعي 27 اكتوبر ان شاء الله 7 نتاع العشيه. ميرسي بوكو ميوزيسيان بوانتيان فرحانين برشا اللي ديما موجودين معنا ميرسي.